قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله، استفاد منه أن غضب الله عز وجل متفاوت، ليس في درجة واحدة، فكلما عظم ذنب المخلوق كلما كان الغضب أشد. وإذا كان الأمر كذلك فإن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد من أعظم الجرم ومن أعظم الذنب. لما؟ لأنه قال اشتد غضب الله ولم يقل غضب الله. لماذا اشتد غضب الله؟ لأن الجرم الذي أتى به هؤلاء جرم كبير خطير عظيم.